وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من أين أتى الحجيج إلى بيت رب الأرض والسموات؟ من عقر دار الكفر، من واشنطن، من أمريكا، من بلد العلمانية، من بلد الكفر التي تنشر الكفر في كل العالم والظلم في كل العالم. منها نسمع التلبيات، من روسيا بلد الشيوعية يأتي الروس إلى حج بيت الله الحرام، من اليابان والصين عندما تخضع وتركع تلك العقول المفكرة أمام صنم اسمه بوذا، نسمع من تلك الفجاج، نسمع من تلك الأركان تلبية الحجيج. من الهند التي انتشرت فيها المعابد، التي انتشرت فيها الأصنام، أهل الهند وأهل باكستان وأهل بنغلاديش امتلأوا في تلك الديار وتلك البلاد ملبين. من أفريقيا بلد الوثنية يأتون من كل فج عميق، عربا وعجما، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، يأتون مذعنين ملبين إلى ربهم جل جلاله.